أمين تفضل. أهلا بكم. إذن معنا غانم سايس عميد المنتخب المغربي. غانم congratulations, it was تهانينا. كانت مباراة صعبة للغاية. Really tough game. نعم كانت مباراة غاية في الصعوبة حقيقة. قلت ذلك قبل بداية المباراة. غانا هي من أفضل المنتخبات في أفريقيا. لذا كنا نعرف قبل هذه المباراة كان علينا أن نقاتل وبعد ذلك بإمكاننا أن نلعب وهذا ما فعلناه اليوم. أنا فخور جدا بهذا الفريق. جميع اللاعبين قدموا أداء جيد ولعبوا بروح قوية وبعقلية وبتصرف جيد للمنافسة والتقدم والذهاب بعيدا في هذه عودة إليكم في الاستوديو.